السلام عليكم. أشكر سي نعمان جريدة نعمان، أشكر العرائش الفو، وأشكر جميع المغاربة، وأشكر المغرب اللي برا واللي هنا، وأشكر الناس ديال العرائش من نسائهم ولرجالهم. أنا نقول لكم الصراحة، أنا الاسم ديالي رئيس الصبان والسيد، ورئيس ديال جمعية افاسن اسرحن للتنمية والثقافة المسالية. بالنسبة للأيادي الممدودة اللي بغا يدير يدو يدير يدو، أنا تفاجأت فوقاش شفت هذاك الشيء ديال تفريق ديال الجمعيات الملحات، وأنا زعما تفاجأت، لأن كاين شي جمعيات مجهولين أنا ما كنعرفهمش كاع، وبداو الدعم 4 5 6 الملايين 7 الملايين 9 الملايين تاع الهور. انا ماشي كنحسد حد، انا ماشي كيعطوا لي، انا بغيت، لان كنديروا الانشطه حنا بزاف ديال الانشطه اللي كنديروا، ودرنا اسبوع سمينو 3 ايام، وهذيك الاسبوع سمينو جمعنا الهويات والثقافات ديال المغاربه كلنا باش يعرفوا لنا هذاك الشيء تجمع. وجاو الناس من هولندا، جاو الناس من بلجيكا، جاو الناس من فرنسا، جاو الناس من مصر، جاو الناس من الامريكانيين، جاو الناس مختلف ديال الناس اللي جاو وعندهم وزن، من العتيمه ومن الناظور، جاو حتى من رباط الناس، جاو حضروا معنا 3 ايام ديال الارشيف ديال المهرجان. ماشي سهل، وحنا الجمعيه ديالنا جمعيه ثقافيه، ما عندهاش كدير كلش جميع المسائل، جمعيه ثقافيه. وعندنا واحد العدد ديال الناس هنا اللي كيقراو، دابا راه كيقراو اسبانيوليه، دابا راه شتوهم كيقراو اسبانيوليه، كيقراو لونجلي، كيقراو فرنسويه، كيقراو الامازيغيه، كيقراو العربيه، وكيقراو القران. حنا التجويد، حنا كنعلمو الناس، واحد العدد ديال الناس اللي كانوا هذيك المحل، واحد المره هذاك واحد جابوني، واحد كان كيدير لاخور السوليسيو، جبتو هنا قال لي جلس معايا، عاود جا عاود بعد هذاك السوليسيو هذاك الشاب. قلت له واخا تخلي هذاك الشعار ولا هذاك الشيء، لان كل وقت بوقتها، ولكن هذا الشيء وبعد راه مزيان، وكيجي عند الجمعيه. كاين واحد العدد ديال الناس اللي كانوا جاو عندنا كيلعبوا الكره، كندير لهم لان انا بوحدي، لان واحد اليد ما كتصفقش ولا جوج ولا، خصنا نكونوا هذا كيعاون هذا. والجمعيه دارت واحد العدد ديال الانشطه، هو الكتاب، شوف غير الماكله اللي كنديروا كل عام الاخر. غادي نبداو من السنه ديال الاخر اللي دات، هذه دات خمسين، وعطيتهم هذا الكتاب. انا نهار اللي مشيت عندو عطيتهم هذا الكتاب، العرض اللي بدا هي هذه في 2013، هذه في 2013 اللي بدا، شوف شحال ديال النشاط في 2013، شوف شحال ديال 2013، 2014 شوف اشنو دارت السيد وزير المخرجات، شنو هنا في 2014 2014، هل البيئة، وديما حنا ديال الآخر البيئة، و 2000، هذه 2015 اللي كيف دير، ها 2015 شتي درنا، راه كاين الدوزيام وكاين المسائل، وهذه جميع الأنشطة ديال البيئة كنديرو لهم. هذا ديال دار العجزة، مشينا دار العجزة، لا كنفرقوا المقرر كل عام، كيستافدوا مننا تقريبا 200 تلميذ ديال المقرر والتسوى ديالهم من ستيلو الى حتى المحفظة. هذا سنة 2016، شوف شنو كاين، شوف 2016 في اسبوع سبعين، وشوف شوف الكرنفال اللي درنا، الكرنفال اللي درنا، راه كتشوف الكرنفال كي داير. ومهم اش نقول لك، راه هنا واحد العدد ديال الانشطه ديال هاد، من غير حنا متابعين هاد الاعلام، متابعين الانشطه ديالكم، والانشطه اللي كتعملوا هي تفوق بكثير، من هو مستحق في هاد الفتره هذا، تفوق بكثير، كتقوموا حتى حنا تنتبه ديال نوع التوزيع ديال الحصص في الدعم الجمعوي ديال البلديه بالخصوص. نحن رابين دعمنا الملاحظة هذه، الجمعية فعلا عندها المهرجان السبتمبري القائم، دات ثلاثة نسخ تعمل فيه، كاين العمل الاجتماعي بقوة، يعني كل مناسبة، كاين العمل التربوي كما حكيت عليه قبل قليل، العمل البيئي، عندكم واحد النشاط على الأقل في السنة اللي كديروه بين أوي كتمشيو للغابة كتنظفوها كتعملوا عيد الميلاد، كل واحد كيدخل بوحدو، أنا دخلت كنت ملعب
قال لي الجمعية الاسم ديال الجمعية. قلت له راح تكون نعطيكم كتاب على هذا واعطيتهم مسائل واضح كل شيء واضح. قلت له حنا جمعية فاسس على التربية الثقافية، أول جمعية ثقافية. دق واحد السيد من تما قال لي هذه الجمعية واش كتخدم غير الناس الأمازيغية؟ شكون قال لك هذا الشيء؟ مالك أنت اش كتقول هذا الهضرة؟ ما فهمتش هذا الهضرة اللي كتقول. وثانيا الجمعية الجمعية راه غير ديك المكتب ديالها ويعطيك الأخبار. المكتب ديالها فيها عروبي، فيه جبلي، فيه ريفي، فيه اش ناس بحال كنديروا أسبوع زمان وكنجمع كلشي الثقافات والهويات. لا بغينا نتجمعوا مثلا بغينا نفرقوا. هذا الهضرة اللي كتقول ماشي هو هذاك. وسكت. انا عرفت من فهاديك الهضره عرفت ما كاين والو. وتفاجئت فوقاش عطاونا 17000 درهم والجمعيات اللي ما قدامين شي وما كيديروا واحد الانشطه حتى شي انشطه في العام كيديروا واحد الانشطه ولا كيصوروا كيعمروا وتعطيو من 6 7 8 ملايين 9 ملايين. وانا اللي كنخدموا خلينا غير الاساتذه هما الاساتذه اللي كيقريو هنا من اللغات الماط القران الفيزياء العربية. هذا الدري كيقري الاخر كيقري الفلسفة الاجتماعية كيقري وكاين الفلسفة وكاين الناس كيستافدوا واحد العدد المرات استافدوا قلت لك 450 قفة اللي استافدوا هذا العام من مع المدام سقلي الله يرضي عليها وتعاونت معنا تعاونت معنا التعاونية وفرقنا 260 قفة في مولاي عبد السلام اللي فات مع المدام سقلي تعاوننا معاه وعلى المقررات الدولية تخيل مقررات رغم ان انتم قدمتم ملف فيه لي شارج ديال التكاليف اللي كلفت الجمعيه مجموعه الانشطه اذا ورغم ذلك يعني صنفوكم جمعيات يعني صغيره اللي ما كتحضرش يعني ذاك المستوى ديال الدعم اللي كاينه. اذا هنا واش انت المعايير اللي وضعها واش هي معايير موضوعيه؟ لا معايير يعني فيها الانصاف فيها لا ما كاينش ديمقراطيه ما كاينش ديمقراطيه لا اش ديمقراطيه العداله وما كاينش ديمقراطيه انا ما عندي حتى شو انا ما عندي حتى شي جوطاع مين في انا حسين رئيس الجمعيه في اسرحن هنا ما عندي حتى شي واحد كنتبعو لو كان كنتبع شي واحد يمكن كنعطوه ما كنتبع حد انا اذا واش الجمعيه واش الناس اللي كيدفعوا الدعم يعني كيسمعوا التوجهات السياسيه وكيحكموا ربما هادشي يعني المصالح ديال هادشي ربما باين دابا انا كنطلب السيد العامل على هادشي خصو يشوف هادشي انا كنطلبه لانه هو اللي كيمثل صاحب الجلاله في هاد العرائش وانا كنقولوا لي الناس راجل الله عمرها سلعه عمر ما جلست مع سلمت عليه وسلم عمر ما جلست مع كنتمنى كان غادي نجلس معاه لان على صلاه بيلانس اللي غادي نجيبو من هولندا كنتمنى باش يجي حتى هو يحضر ويعاوننا ويديرنا لان انسان طيب. انا قلت لكم قبيله دابا لان شوف البلديه كيمشيو عندها الناس الكفاءه كيمشيو عندها الناس بحال اوروبا اوروبا اللي كانت البلديه او شي حاجه كيجيو الناس كيجيبوا الافكار الا كانت عندها كتدخل في الميزانيه ديالها مليار في العام كيفكروا كيفاش يديروا ويحولوا يديروا الاسواق ويكونوا المسائل باش تدخل جوج ملاير لان جوج ملاير باش يخدموا الناس باش يديروا المشاريع ماشي غادي نجيو على ما عند ترزق من هذيك البلديه انا كنهضر صح على العرائش كنشوفوا فيها كلشي انا كنطلب السيد العامل خصو يشوف هذه المسائل انا ماشي كنقول لك انا 17000 درهم انا ما رضيتش بها لان عرفت واش رضيت بها لان حنا خدامين لو كان عطاو 17000 درهم ماشي مشكل داكشي اللي عندهم ولكن كاين جمعيات وهميه طبعا انا بس ما كنعرفهمش كنت هم 3 مليون 200 4 مليون شي حاجه وانا 17000 درهم وانا غير الاساتذه اللي كنقريو هنا وكنقريو الناس واحد العدد الناس كنخرجوا هنا قلت شحال من واحد شحال من واحد اذا الناس كتشوف كاين انتقاء ما تقوليش امازيغيه ولا تركيه ولا لا حنا مغاربه وحنا كلنا واحد ما كاينش هذا الفرق انا كنفرق انا ما كنفرقش بين هذول نتعاونوا خاص الصبان عاودنا القضيه ديال الامازيغيه وهذا حيت ما سجلناش لا ما كاينش عام يتبع يعني شنو وقع في الحوار اللي وقع ما بين اللجنه وانتم الصبان المصطلح ديال لا فوقاش استدعونا استدعونا مشيت انا وما كيستدعونيش انا
اول جمعيه ديال الفزن اللي كيجيو هادشي عارف لان انا في واحد الوقت كنقول كل شيء وضوح اللي بغا هو هذاك اللي بغا شي هو هذاك اللي كيشغلوا انا كنقول انا وطني كنحب الوطن وكان المقاومه راه شاف السيد لاكارت المقاومه اللي كيقوموا عليها هاد البلاد ما عندناش لا عندنا ملك لا قلت لكم قبيله شعار الله الوطن والملك ما كان عندناش شعار هي المفروض ان اللجنه كتستدعي الجمعيات دارت واحد المجال معين باش تعرفوا على المهم دخلنا المحسن قال لي الجمعية ديال الأمازيغية واش كتكتبوا غير الأمازيغية لا اش كتقول دابا انت راه كنت شي الله ضرب باش تقولها ليا انا ما كنعرفوش هذاك السي كيقول لي انا كندوز على الجمعية كنشوف الجمعية الأنشطة ديالكم ولا وفوقاش كتشوف الأنشطة ديالنا علاش كتكتبني هذا الشيء يعني هذا الشيء هذا وبعض الملف موضوع عنده يعني ديال الملف عنده ما عنده موضوع وبعض ناضت الاخر نادية قالت لي شحال كديروا في المهرجان قلت لها شتي راه درنا 3 ايام زعما عندك اخبار اللي كنديروا 3 ايام راه 3 ايام اللي درنا ودرنا المكلة الأمازيغية والمكلة الجميع ديال المغاربة المكلة ديال المغرب كامل كل واحد حتى المكلة الأمريكية كانت تما شي غير المكلة شي المكلة كانت تما حنا كندبروا إذن واش كتساهم هاد اللجنة ما كتبعش الأشغال ديال الجمعيات وكت كتعطي يعني بطريقه يعني غير موضوعيه هي كتشبر يعني وكت كل واحد كتعطي يعني بدون كاين مدرسه الملفات كاين جمعيات وهميه طيب. صافي الجمعيه اللي عندها جمعيه كتخدم تعطيو على القانون ديالها هذا المال ديال العام واللي كيحصل على شي حاجه واللي عنده حاجه انا اللي ما كنديرش ما تعطينيش شنو قدرت تعطيني انا ما تعطينيش ما قدرتش ما تعطينيش راه بحال قلت له ديك النهار قلت الماني مستعبط راه هذا الشيء اذا كيخدم أنا ماشي كنجيب أنا كنجيب بعض رزق ولادي كنديرو هنا وكنشوف الأرض وكنشوف المحسنين أنا ماشي كنديرو أنشطة كنجيبوهم من السماء أسبوع سامين الشركة ديال لا الجمعية ديال هولندا سامت معانا ودابا دايرنا مع الجمعية بناء بناء العرائش في المهجر في مدريد كنقول لهم غادي حتى هما يدخلوا معانا باش نتعاونوا لأجل نتعاونوا لأجل مساكين انا ما عنديش باش ندير شي حاجه ديال اجل المحوزين لهنا انا كنقراو شي منتصف لا داكشي هذا هو اللي جعلني نطرح التساؤل واش الجمعيه الامازيغيه لان هو الا جينا نحلوا مثلا ونشوفوا داك اللوائح غنلقاو كاين نوعا ما كاين جمعيات اللي خدات ما تستحق ولكن ملي كنجيو للجمعيه ديال السي اسرحن كنلقاو واحد السن تاعهم كبيره نعم كلشي ديالها شوف هاد الانشطه على القانون المالي على القانون الادبي وين فينا ما شوف انا قلت لهم تما كان ما عرفتش قلت لك كيفاش شوف قال لي شوف قلت له عندك كلشي تما بلا ما نهضر معاك انا ما نهضرش معاك انا سدعيتيني الانشطه اللي كندير ها هي والفلوس اللي كنخسر في الانشطه ها هي وشوف انت اللي غادي وقلت لهم تما الله يرحم والديك راه هذاك العام اللي فات عطيتو له جوج فرق وسكت جيت عندكم قلت له لا العام اللي فات خصك دير معنا شركه اذا كان شي شركه دير معكم شركه انا كندير شركه انت غادي تخدم دير معك شركه كنا الانسان يعطي باش تعطيني انا اعطي الوطن الا كبرت غير واحد وربيتيه وخلقتيه والاخر بحال الرسول صلى الله عليه وسلم زعما اللي يخلق الاخلاق لان الاخلاق هو كل شيء حنا بغينا